مرحبا بمتابعين سناب واحد الاحساء. اليوم جبت لكم صرح تاريخي واحسائي خليجي عمره 400 سنه. هو مسجد تهامية الشرقي المسمى بمسجد ابو النعوش. مسجد ابو النعوش كما يسميه كبار السن كان توضع فيه نعوش الموتى قديما. قام بترميم هذا المسجد هيئة السياحة بالأحساء وكذلك الهيئة الملكية بالجبيل، وتم الترميم بنفس الأدوات القديمة المستخدمة للبناء سابقا. جميع الإنارة والكهرباء والتعديلات وكاميرات المراقبة تحت إشراف متحف الناصر بتهامية المجاور للمسجد. يطل المسجد على إطلالة جميلة وصرح جغرافي طبيعي ألا وهو جبل القارة الجميل العظيم. تبلغ مساحة المسجد حوالي أقل من 100 متر، فهو مسجد صغير. يقع المسجد بامتداد جبل قارة بالاتجاه الدلوة على اليمين، هذا هو. من مسجد التهامية الشرقي بالأحساء الذي يبلغ عمره 400 سنة، كان معكم سناب واحد الأحساء، في أمان الله.